الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. التقى محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بفريق مكتب منظمة العون المباشرة الكويتية بالمحافظة برئاسة مدير المكتب عدلي باسيف بحضور مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد بدروس، واستمع المحافظ إلى شرح حول المشاريع التي تم تنفيذها منذ تدشين عمل المكتب بحضرموت في فبراير 2024 والمشاريع القادمة للمنظمة، ومنها التحضير لتنفيذ مخيم طبي مجاني لطب العيون في أغسطس القادم. وتم استعراض مشاريع التمكين الاقتصادي والمياه والإصحاح البيئي والمشاريع الإنشائية والصحية والتعليمية وخدمة الفئات الاجتماعية. وأشاد المحافظ بتدخلات دولة الكويت الشقيقة ومواقفها المشرفة وعلاقتها المتميزة والتاريخية مع بلادنا، مثنيا على مشاريع المنظمة في خدمة المجتمع، وشكر فريق المنظمة الجهود المبذولة لتسهيل عملها ودعم السلطة المحلية لإنجاحها. ناقش نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون مع رئيس نقابة المهندسين عبد الرحمن البصري وعدد من أعضاء النقابة، ناقش الأنشطة والجهود التي تقوم بها لخدمة مدينة عدن. أشاد معاون بعراقة نقابة المهندسين في عدن على المستوى الوطني والعربي وما تمتلكه من خبرات هندسية في المجالات المختلفة وقدرات ذات كفاءة مشهود لها بالنجاح والنزاهة سواء في الوظيفة العامة أو في مجال العمل النقابي. وأكد معاون حرص قيادة المحافظة ممثلة بوزير الدولة محافظ عدن على معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بنشاط النقابة، بما في ذلك العمل على حل إشكالية الأرضية التابعة للنقابة واستكمال إجراءات صرف عقد التمليك حسب المخطط، موجها مدير عام المالية بصرف المبالغ المخصصة كموازنة تشغيلية لنقابة المهندسين والمعتمدة من قبل المحافظ. قام وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ومعه عضو المجلس المحلي في مديرية صيرة بمحافظة عدن كل من عايش عبد القادر وريحان عبد الله، قاموا بتسليم موقع المحطة المطرية في صهاريج كريتر للهيئة العامة للأرصاد بحضور الوكيل المساعد لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للأرصاد والطيران المدني وبعض مدراء الإدارات في قطاع الأرصاد. وأوضح الوكيل الزامكي بأن موقع المحطة المطرية الموجود في الصهاري يعتبر من المواقع المهمة التي تضررت سابقا، وقامت السلطة المحلية في مديرية صيرة بتمويل من المجلس المحلي بإعادة تأهيل وترميم المحطة وتجهيزها من جديد، فيما أشاد الوكيل المساعد لهيئة الأرصاد بجهود السلطة المحلية بقيادة أحمد حامد لملس والذي وجه مباشرة بضرورة إعادة الترميم وتأهيل المحطة لتعود بحلة جديدة. في عدن أيضا اطلع وكيل المحافظة عبد الرؤوف السقاف على المشاريع التموية التي تنفذها مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية. جاء ذلك خلال لقائه برئيس المؤسسة أحمد الأكوع لمناقشة الاحتياجات التي تتطلبها العاصمة المؤقتة عدن في المجالات الإنسانية وسبل تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية. وأثمن الوكيل السقاف الجهود التي تبذلها مؤسسة يماني مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. من جهته أكد رئيس المؤسسة استعداد المؤسسة لإقامة مشاريع جديدة في قطاع الأيتام وذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. بدأت بمدينة سيون ورشة عملية بعنوان حضرموت ودور المكونات السياسية في عملية الحوار ودعم السلام، والتي ينفذها مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بتمويل من منتدى التنمية السياسي ومنظمات بيرغهوف الألمانية. وتناقش الورشة على مدى يومين متتاليين بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء وممثلين عن المكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية. تناقش ثلاثة محاور رئيسية، الأول يستعرض تحليل الوضع السياسي الراهن في حضرموت، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تحديات وفرص المستقبل للمكونات السياسية في حضرموت، ويتناول المحور الأخير دور مكونات حضرموت السياسية في عملية الحوار ودعم السلام. اليوم تعقد ورشة العمل حول حضرموت ودور المكونات السياسية في الحوار ودعم السلام. هذا العنوان العريض الذي ستعقد تحت عنوان هذه الندوة، وستكون فيها محاور نقاش ثلاثة تقريبا: الواقع السياسي في حضرموت،
والمكونات السياسية ودورها، وكذلك يعني إحلال السلام وما إلى ذلك. نحن سعداء بهذا الملتقى ونشجع مثل هذه المبادرات وندعم كل ما من شأنه إعلاء قيمة الحوار وكذا دعم السلام وترسيخه في ربوع حضرموت وفي الوطن عموما. أتمنى التوفيق لهذه الورشة والسلام عليكم ورحمة الله. جاءت هذه الورشة بتمويل من منتدى التنمية السياسي ومنظمة برج هوف الألمانية لتعزيز الحوار بين المكونات والخروج برؤى علمية لتوحيد الكلمة ودعم السلام في المنطقة من أجل مستقبل أفضل لحضرموت واليمن عموما. سعداء جدا بالتواجد في حاضرة وادي حضرموت، وسعداء جدا بهذا الملتقى، هذا المنتدى الذي يقيمه مركز ميداد والذي يتناول موضوع في غاية الأهمية، وهو دعم الحوار ودعم السلام ودور المكونات في هذا الأمر. حضرموت كانت وما زالت هي الحاضنة الرئيسية للسلام، حضرموت كانت وما زالت هي الرقم الأصعب، فلا يجب أن تغيب عن مثل هذه الأمور حوارات وتكون داعمة بشكل كبير جدا. اليوم المكونات تجتمع هنا لتقول كلمة، كيف نستطيع أن نتحاور، كيف نستطيع أن ينتج من هذا الحوار فائدة ومصلحة لمصلحة المجتمع الذي ينتظر بفارغ الصبر أن تحل، أن يحل السلام ويحل الأمن والاطمئنان وتعود البهجة إلى نفوس كثير من الناس الذي قهرتهم السنوات التي مضت. نحن من هنا نقول وجودنا وجينا من الساحل. طبعاً أنا ممثلة مجلس الموحد المحافظات الشرقية، فجيت وكلي أمل وحدة وتضافر الجهود، وحدة المكونات السياسية من أجل رؤية حضرموت وحفظ حضرموت أمنها واستقرارها، وأيضاً أن تكون حضرموت ذات مركز مهم جداً، وهو تمكينها تمكيناً سياسياً، تمكينها اقتصادياً، تمكينها اجتماعياً، تمكينها ثقافياً. من هنا فنحن متفائلين في هذه الجلسة الحوارية التي تجمع جميع المكونات، وإن شاء الله سنخرج برؤية موحدة تخدم حضرموت وتخدم اليمن بأكمله. أود أن أشكر القائمين على هذا المنتدى، وأعتقد أنه في غاية الأهمية لأنه سيناقش قضية من أهم القضايا المعاشة في حاضرنا الآن، وأتمنى أن تخرج النقاشات ويخرج الجميع بما يفيد. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المروق لمناقشة تقارير وأوضاع القطاع الصحي في المحافظة. وناقش تنفيذي شبوة في الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة فهد الذيب ومحمد الفاطمي وناصر القميشي وسالم الأحمدي وسالم النسي، ناقشوا تقارير وأوضاع مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى عتق العام للأمومة والطفولة ومعهد دكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية والمختبرات الصحية المركزية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت مستوى ونوعية الخدمات الصحية والعلمية التي قدمتها تلك المرافق وأبرز المعوقات التي تواجهها. في موكب جنائزي مهيب، ودعت محافظة مأرب فقيد الوطن مهندس سيف أحمد الولص مدير عام مكتب الزراعة والري لمثواه الأخير في مقبرة الشهداء بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والإداري. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي. في موكب جنائزي مهيب شيعت غيار السلطة المحلية هنا بمحافظة مأرب جثمان فقيد الوطن المهندس سيف أحمد الولص مدير عام مكتب الزراعة إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء. كان فقيد الوطن مثالاً في تطوير العمل الإداري في المجال الزراعي، وله أدوار وطنية ونضالية في مواجهة الميليشيات الحوثية في مواقع الشرف والبطولة. وكيل أول المحافظة علي محمد الفاطمي ووكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع وشقيق الفقيد المهندس محمد الولص أشادوا بمآثر ومناقب الشهيد في المجالات الإدارية والنضالية. هنا نيابة عن اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة محافظة مأرب، نشيع زميلنا فقيد الوطن سيف أحمد الولص بحيبة المرادي الذي كان له دور مميز في عمله مدير عام فرع وزارة الزراعة
وكان من أوائل الشباب الذين وقفوا صفا إلى جانب شرعية اليمن الشرعية الدستورية ضد الانقلاب الخارج عن النظام. تودع محافظة مأرب المهندس سيف الولص بحيب حمدي عام مكتب الزراعة والري في محافظة مأرب هذا الرجل العظيم الذي لم تقتصر أدواره وبصماته على عمله الإداري، ولكن كان مقارع لميليشيات الحوثي الإرهابية التي شنت هجمات على محافظة مأرب منذ 2014 التي يصيب فيها إصابة بالغة إلى اللحظات الأخيرة، وكان يحمل هم هذه المحافظة، هم المواجهة، هم دفع الأذى عنها، هم حراسة الجمهورية، هم عملها الإداري. فنسأل الله له الرحمة وتعازينا لمراد عام وتعازينا للمكتب التنفيذي في محافظة مأرب، وشكرا. نشارك اليوم في تشييع الزميل والأخ الشاب سيف أحمد الولص إلى مثواه الأخير بعد حياة حافلة بالعمل الإيجابي على مختلف الأصعدة، حتى ولو كان صغير ولكنه كان في مقام المهمات الكبرى أينما حل، سواء في الجبهات أم في الإدارة العامة. تعازينا الحارة لأسرته ولنا ولزملائه ورفاقه في العمل وفي الجبهات، رحمه الله رحمة الأبرار وعظم الله أجر الجميع. فقيدنا اليوم أخينا العزيز أحد الواجهات المشرفة والوطنية والمقاومة في محافظة مأرب سيف الولص بحيبح مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري من 2017، كان أحد قادة المقاومة الذين لبوا النداء مبكرا في مقاومة المشروع الإنقلابي الإجرامي السلالي، وكان أحد قادة المقاومة في معارك الجوف، وجرح في يوليو 2014 بجروح بليغة واستمر في نضاله. توديع الهامة الوطنية والنضالية المهندس سيف الولص مثل خسارة كبيرة على الوطن في المجال الإداري والنضالي. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. تفقد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد باخبيرة مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة المياه في مديرية المنصورة ضمن إطار مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في بلادنا. وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب مدير عام المؤسسة لشؤون المياه المهندس بلال الشعبي وممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة يمن آيد، اطلع باخبيرة على مستوى إنجاز المشروع الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عبر منظمة يمن آيد بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأكد مدير مؤسسة مياه عدن على أهمية المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة المياه في المنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع ومثمنا الدعم المقدم الذي يعزز دور السلطات المحلية في استمرار عملها وتقديم خدماتها للمجتمع. قام رئيس مجلس الإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس معين الماس بجولة تفقدية لأعمال وأنشطة محطة الرحاب المحورية بمديرية خور مكسر لضبط المركبات الثقيلة المخالفة لقانون تحديد الحمولات. وطلع الماس من مدير عام الإدارة العامة لمحطات الوزن المحورية المهندس محمد حسان على طبيعة سريان الأعمال وكيفية التعامل مع المخالفين وتسجيل البيانات والإحصائيات الموثقة لعدد الشاحنات والمركبات الثقيلة القانونية والمخالفة لإيقاف مسببات خراب الطرق. من جانبه ثمن الماس الجهود المبذولة من قبل الفريق لحماية الشبكة الوطنية للطرق، ومؤكدا أهمية تقديم التوعية المستمرة للسائقين بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات المتبعة. ناقش مدير عام مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن عواس الزهري مع مدير مشروع الأشغال محسن علوي ناقش جملة من المشاريع المعتمدة للمديرية من قبل المشروع. وأكد الزهري أن المشاريع التي رفعت بها المديرية للمشروع تعد من ضمن المشاريع الهامة التي تحتاجها أحياء المديرية والمتمثلة بربط محطة ضخ الصرف الصحي الرئيسية بخط كهربائي ساخن متواصل لضمان عدم توقف محطات الضخ عن العمل، بالإضافة إلى رصف حي السلام واستكمال المرحلة الأخيرة من رصف حي الأحمدي وربط شبكة الصرف الصحي لحي بريد الجامعة وتأهيل حمامات معهد أمين ناشر للعلوم الصحية بخور مكسر.
تفقد مدير عام مديرية الصيرة بمحافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي سير اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024 في المراكز الاختبارية بالمديرية. وطلع بن جرادي على سير العملية الامتحانية في المراكز الاختبارية في أبان للبنات ولطفي جعفر أمان للبنين والغرباني للمنتسبين، مستمعا إلى شرح من القائمين على المراكز حول مستوى التنظيم والترتيب المتخذة لتوفير أجواء مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم. وأكد بن جرادي على ضرورة توفير جميع الظروف الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي عوائق، مشددا على أهمية هذه الامتحانات في مستقبل الطلاب ودورها في تحديد مسارهم التعليمي، حاثا الطلاب على بذل أقصى جهد لهم لتحقيق أفضل النتائج، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح. كرمت إدارة شرطة السير بتعز المبرزين من ضباط وأفراد وعدد من السائقين لدورهم المتميز في تخفيف زحمة السير خلال إجازة العيد. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميل نعيم خالد. كرم مدير شرطة السير بتعز العقيد عبد الله راجح المجتهدين والمبرزين من رجال شرطة السير من ضباط وأفراد ومتعاونين خلال ضغط عمل العيد وفك الجزئي لحصار تعز من اتجاه القصر، مع نماذج من السائقين امتازوا بالأمانة بحضور العلاقات العامة والإعلام بإدارة عام شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي. في طابور القائد تم تكريم مجموعة من ضباط شرطة السير وأفراد شرطة السير المتميزين، والرغم أن جميع أفراد وضباط وصف شرطة السير تميزوا بشكل رائع خلال الفترة الماضية، فعملوا على قدموا خدمة مرورية متميزة ورائعة بقضية القضاء على الاختناقات المرورية وعمل حلول للزحام الناتج عن التوافد داخل المدينة. الحمد لله شهد ذلك الجميع، هناك إيجابية كثيرة جدا وهناك أمثلة رائعة قدمت، يعني خدمات قدمت جهد كبير في تقديم الخدمة للمواطن في سيابة الحركة في الوصول السريع في قضية تصريف الحركة. رجال شرطة السير هم الواجهة للأمن وحضوره الفعلي مع بقية الإدارات التي تعطي صورة إيجابية وملفتة في تطبيق القوانين، وأهمها قوانين السير للمركبات بجميع أشكالها وحتى المشاة. أحداث فتح الجزء الحصار عن تعز فتح معبر جولة القصر الكمل كان عبء كبير على الإخوة في شرطة السير، كان على أجهزة الأمن بشكل عام، لكن شرطة السير تحملت هذا العبء الأكبر، وللأمانة وهذه كلمة شكر وجهة باسم قيادة إدارة عام الشرطة إلى قيادة وأفراد شرطة السير، لقد أبلوا بلاء حسنا وعكسوا نجاحا باهرا فاق كل التصورات، استطاعوا أن يمتصوا كل الضغط المسلط عليهم في دخول الناس ومن خلال تنظيم السير. السائق الذي يبخر به الجميع من تأمنه على الأرواح والممتلكات، وتكريم إدارة شرطة السير لمثل هذه النماذج دليل واضح بأن السائق الأمين يحترمه الجميع دون استثناء. والله كرمونا شهادات السواقين المحترمين المنضبطين لكل مجتهد نصيب، هذا ما يقوله شرطة السير في محافظة تعز، فاجتهد أفراده من أجل تسيير والاختناقات التي كانت ظاهرة بالعيد وأيضا في فك الجزئي لمدينة تعز، وأصبح هناك حضور لشرطة السير في هذه المناطق. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز. وصلنا لنهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، في أمان الله.